سلام والله عليكم، نستعرض لكم في هذا الفيديو إن شاء الله الموعد والتوقيت والقنوات النقلة لمباراة فريق برشلونة ضد فريق أسي ميلان الودية، مباراة استعدادا للموسم الجديد 2024-2025. موعد مباراة برشلونة ضد أسي ميلان، المباراة تلعب مساء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، وتنطلق مباراة في منتصف الليل و30 دقيقة بتوقيت المغرب تونس والجزائر، وعلى الساعة 2:30 ليلا بتوقيت كل من مصر والسعودية إن شاء الله. ومن المنتظر نقل المباراة على قناة بي إن سبور. إذا ثالث مباراة استعدادية لفريق برشلونة، فريق برشلونة الذي يفوز بمباراته الودية الأولى والثانية كانت ضد فريق ريال مدريد. تقبل فائق الاحترام والتقدير، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ولا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة.